في قلب الشرق الأوسط بين ثنايا جبال سوريا الوعرة ووديانها العميقة وسهولها الخضراء، يعيش أحد أقدم وأندر الحيوانات على وجه الأرض، حيوان عريق يرمز للقوة والصمود والجمال البري. إنه الدب البني السوري، حامل إرث طبيعي يمتد عبر العصور. يمتد موطن الدب البني السوري عبر الجبال والغابات الكثيفة في سوريا، يتنقل بحرية في هذا المنظر الطبيعي الخلاب. هذه البيئة الغنية توفر له مصادر غذائية متنوعة، من الفواكه والتوت إلى الأسماك والحيوانات الصغيرة. لطالما ارتبط اسم الدب البني السوري بأساطير وحكايات خالدة، حكايات عن حيوان أسطوري جبار يتجول في غاباتنا تاركا بصماته على درب التاريخ. لقد كان الدب البني السوري منتشرا في جميع أنحاء سوريا، من جبال الساحل السوري إلى جبال اللاذقية وصولا إلى جبال القلمون، لكن للأسف تعرض هذا الحيوان النادر للصيد الجائر وفقد موائله الطبيعية، مما أدى إلى انقراضه في البرية السورية خلال ستينيات القرن الماضي. الدب البني السوري هو واحد من أصغر أنواع الدببة البنية، حيث يبلغ وزنه حوالي 150 إلى 250 كيلوغراما. يتميز بفرائه البني الكثيف ومخالب حادة تساعده على الحفر والصيد. تعتمد حياته على التكيف مع المواسم، حيث يقوم بتخزين الدهون خلال فصل الصيف والسبات خلال فصل الشتاء. لحسن الحظ لم ينقرض الدب البني السوري بشكل كامل، فقد تمكنت الجهود المبذولة من قبل حديقة حيوان دمشق بالتعاون مع المنظمات البيئية من إنقاذ بعض الأفراد من هذا الحيوان وإكثاره في الأسر. تعمل حديقة حيوان دمشق حاليا على برامج إعادة تأهيل الدب البني السوري وإعادة إدخاله إلى بيئته الطبيعية بعد التأكد من قدرته في البقاء على قيد الحياة في البرية. على الرغم من حجمه الكبير، فإن الدب البني السوري حيوان اجتماعي يعيش في مجموعات صغيرة تتكون عادة من أم وصغارها. يتعلم الصغار من أمهاتهم كيفية البحث عن الطعام والبقاء على قيد الحياة، وفي بعض الأحيان تتعاون الدببة في الصيد والدفاع عن موطنها. في الماضي كان الدب البني السوري منتشرا في جميع أنحاء سوريا، كما تواجد في دول أخرى مثل لبنان وتركيا والعراق. للأسف انحصر وجوده حاليا في حديقة حيوان دمشق بعد انقراضه في البرية. يفضل الدب البني السوري العيش في المناطق الجبلية الوعرة، حيث توفر له الغذاء والمأوى، كما أنه يتواجد في بعض الغابات الكثيفة ووديان الأنهار.
يواجه الدب البني السوري تهديدات كبيرة بسبب النشاط البشري مثل تدمير الموائل الطبيعية والصيد الجائر. مع ذلك تبذل جهودا كبيرة لحماية هذا الكنز الطبيعي. تعمل المنظمات البيئية والحكومات المحلية على إنشاء محميات طبيعية وتعزيز قوانين حماية الحياة البرية. بدأنا نشهد بعض قصص النجاح. في بعض المحميات ارتفعت أعداد الدببة، وبدأت الأمهات في تعليم صغارهن كيفية العيش في بيئة آمنة. هذه الإنجازات تمنح الأمل في مستقبل أفضل للدب البني السوري. يصنف الدب البني السوري على أنه حيوان آكل لكل شيء، أي أنه يتغذى على مختلف أنواع الطعام. يتنوع غذاء الدب البني السوري حسب الفصول. في فصل الربيع يتغذى على الأعشاب الطازجة والفواكه البرية. أما في فصل الصيف يصطاد الحيوانات الصغيرة مثل القوارض والأرانب. في فصل الخريف يتناول كميات كبيرة من المكسرات والعسل استعدادا لفصل الشتاء. يعتبر الدب البني السوري سباحا ماهرا، حيث يصطاد الأسماك من الأنهار والبحيرات. يشكل الدب البني السوري جزءا هاما من النظام البيئي، حيث يلعب دورا في السيطرة على أعداد الحيوانات الأخرى ونشر بذور النباتات. يستمر الدب البني في البقاء رمزا للقوة والجمال بين جبال سوريا الجميلة. يمكن لهذا الملك الجبلي أن يعيش ويزدهر ليبقى جزءا لا يتجزأ من تراثنا الطبيعي لقرون قادمة. ليس مجرد حيوان بري، بل هو رمز للقوة والصمود والجمال البري الأصيل. إنه الدب البني السوري، إنقاذه من الانقراض وإعادته إلى بيئته الطبيعية مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، لنعمل معا للحفاظ على هذا الحيوان النادر لنخلد ذكراه للأجيال القادمة.